السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هنتكلم عن الألجوريثمز أو الخوارزميات نسبة إلى العالم اللي في العصر العباسي محمد بن موسى الخوارزمي، واللي مهتم بالجبر هيعرف إسهاماته الرهيبة في مجال الجبر والرياضيات عامة. بالنسبة للخوارزميات، هي لم تصبح حكرا على الكمبيوتر ساينس، يعني في وخاصة في آخر يعني 10 سنوات، لأنها بقت تمس كل جوانب حياتنا. هناخد مقدمة بسيطة وبعد كده نشوفها هي عبارة عن إيه. بالنسبة للخوارزميات، هي مجموعة من الخطوات المتتالية لتحويل الانبوت إلى اوتبوت. هي مجموعة من الخطوات المتتالية لتحويل المدخلات إلى المخرجات المطلوبة. بمعنى، لنفرض إن أنا عندي مثلا مجموعة من الأرقام عايز أرتبها، فعايز أنا عندي مجموعة من الانبوتس، مجموعة من المدخلات هي مجموعة الأرقام اللي هي الغير مترتبة، عايز أحولها لمجموعة من الأرقام المترتبة. فبستخدم مجموعة من الخطوات المنظمة عشان أوصل من الحالة الغير مرتبة إلى الحالة المرتبة. بالنسبة للخوارزميات، ممكن في كذا طريقة لعمل الألجوريثمز أو للخوارزمية. مثلا نقول مثلا ألجوريثم ترتيب. لنفرض إن أنا عندي 10 مليون رقم عايز أرتبهم، دول هياخدوا طبعا وقت طويل، فلازم أعمل ما يسمى بإفيشنت ألجوريثم، ألجوريثم كفء، كفء بمعنى بيشتغل بسرعة ويطلع لي الأوتبوت بأسلوب سريع عشان أقدر أستخدم النتيجة بسرعة. مثلا نفرض عندي ألجوريثم بياخد وقت إن تربيع، إن تربيع اللي هي 10 مليون، قلنا رقم عايزين نرتبهم حيث إن هي 10 مليون، فده معناه إن هياخد 10 أس 7 في كل ده مربع، يبقى 10 أس 14، يعني 100 تريليون وحدة قياس، وحدة وقت. لكن لو توصلت لطريقة أخرى، في طريقة أخرى بتاخد 50 في ان في لوج ان، ديت تقريبا حوالي 500 مليون وحدة وقت. بمعنى يعني في احد الريفرنسز هم حاسبين الوقت بتاع ده بالتفصيل، يعني واحد هياخد 20 دقيقة والتاني هياخد 5 ساعات ونص. فشوفنا احنا الفرق، ودوت بيوضح لنا الفرق بين باكج وباكج اخرى، زي باكج كبيره زي مثلا الماتلاب، وخاصه طريقه ضرب المصفوفات، فديت لازم بتتم بسرعه عشان في عمليات حسابيه معقده جدا بتتم عشان تتم بسرعه. لو استخدمت مثلا باكج افيشنت وباكج غير افيشنت، باكج كفء وباكج بطيئه، الباكج الكفء هتخلص لي حاجاتي بسرعه وباسلوب سهل جدا، التانية هتاخد مني وقت طويل وتعطل. بالنسبه للخوارزميات، كانت زمان موجودة في الكمبيوتر ساينس، علوم الحاسب، وفي الترتيب وفي الضرب وفي زي وخاصة ضرب المصفوفات، لأنها العملية ما بتتمش بسهولة كده زي ما احنا خدناها في الكتب الرياضيات، لا بتتم بأسلوب معقد أكتر علشان يحافظ عشان يديني وقت أفضل لحل الحسابات العلمية. بالنسبة للخوارزميات، بتستخدم في حل طبعا زي ما اتفقنا في تعريفها المشاكل، لكن حديثا بعد ما شفنا مثلا الخلافات الأخيرة اللي ما بين فيسبوك وتويتر وما بين بعض القيادات في أمريكا، إن هما كانوا عايزين، القيادات كانت بتطلب الإفصاح عن الألجوريزم المستخدم بواسطة تويتر وفيسبوك في عمل بوستنج أو عمل انتشار أكتر لبوست عن بوستات أخرى، فكانوا بيطلبوا إيه هي الخوارزميات المستخدمة في إن هما يدوا أفضلية للبوستات أو البوستات لأ، وبتعرض للمجموعة على أي أساس، ولا تعرض لمجموعة أخرى على أي أساس. دي أحد الأشياء.
اللي هي خلت الالجوريزمز اصبحت يعني خرجت من انها تساعدنا في ان احنا نعمل العمليات الحسابيه بس الى انها تمس حياتنا. الحاجه الثانيه الخوارزميات بتستخدم فيما يسمى الريسورس اللوكيشن، في وضع الموارد في مكانها باسلوب عادل. واحنا سمعنا مثلا عن الاوبريشنز ريسيرش او الكوانتيتيف اناليسيس بحوث العمليات او التحليل الكمي، ديت عباره عن ان انا باخذ قرار مانجيريال ديسيجن ميكينج ساينتيفيكالي ساينتيفيك ابروتش فور ديسيجن ميكينج، اللي هو ان انا اخد طريق علمي في ان انا اخد قرار اداري في فدوت بيستخدم بالجوريزمز والجوريزمز في مستوى عالي، منها مثلا الريجريشن تكنيكس، منها اللينير بروجرامينج، منها اشياء اخرى عديده جدا جدا جدا، حتى نصل لجيم ثيوري كمان. فدي برضو الجوريزمات، والالجوريزمات دي بتاثر على الريسورسز اللي احنا بنحصل اليها او اللي المؤسسه بتاعتنا بتحصل اليها، او حتى على مستوى الدول. في بعض الاتفاقيات ممكن في فيديو اخر اجيبها لحضراتكم بيكون منصوص فيها الالجوريزمز، اتفاقيات دوليه بيكون منصوص فيها الالجوريزمز بين ال ك ك ك في الاتفاقات نفسها. فبالنسبه للالجوريزمز ده يعني من بعض ادوار البسيطه اللي هي بقت تلعبه في الوقت الحالي. الالجوريزمز ليها حاجات اللي هي صور واشكال عديده جدا 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 جدا، يعني اشهرهم ويمكن ليهم طابع فاني شويه ال ان بي كومبليت، واشهر مشكله بتحاول تحلها ال ان بي كومبليت ما يسمى الترافلنج سيلزمان بروبلم، والجيناتيك الجوريزمز. الجيناتيك الجوريزمز بتستخدم الاسلوب الجيني في ان انا احل مساله معقده، بمعنى الاشهر الامثله في الجيناتيك الجوريزم بتحلها هي السكيدولينج تكنيكس. لو عندي جدول، لو عندي مثلا قاعات محاضرات وعندي اساتذه وعندي طلبه وعندي عدد ساعات محدوده، عايز اعمل جدول يفي بالمتطلبات بتاعتي، فبستخدم غالبا الجيناتيك الجوريزمز في عمل هذه في حل هذه المشكلة. يوجد ايضا من بعد كده ده العالم محمد بن موسى الخوارزمي، ليه إسهامات رهيبة جدا في علم الجبر خاصة. هنا دي ده في كتب المشهورة في مجال الخوارزميات أو الألجوريزمز، Introduction to Algorithms، كتاب بسيط وممتاز جدا، كبير شوية بس ممتاز جدا. في كتاب آخر Computer Science Distilled، ده يعني مهضوم جدا وسهل جدا وممكن الواحد يخلصه بسرعة وبسهولة ويحقق منه استفادة. في الآخر أتمنى إن الفيديو يكون أعجبكم، لو استفدتم منه أتمنى بالاشتراك في القناة وعمل كومنت، ولو لكم استفسار ممكن التعليق وأرد على حضراتكم فورا. شكرا جزيلا.